وعن صندوق تحيا مصر وأهمية دوره المجتمعي اللي قام به خلال 6 سنوات اللي فاتت، معانا الأستاذ محمد مختار متحدث صندوق تحيا مصر. صباح الخير يا فندم. أستاذ خلود صباح الخير. طبعا احنا اتكلمنا كتير جدا عن الهدف من إنشاء هذا الصندوق وأهم المبادرات والمساعدات اللي قدمها خلال الفترة الأخيرة، ولكن بقى خلينا نتكلم عن آخر حاجة وهو المساهمة في علاج مرضى الضمور العضلي، وهذه المبادرة طبعا اللي مهتم بيها أو مهتمة به القيادة السياسية بشكل كبير جدا. عندنا مبادرة أمل في بكرة، دي كمان بتعتبر من أهم المبادرات. خلينا نتكلم عن آخر هذه المبادرات. يعني زي ما حضرتك تفضلتي في البداية أن احنا عندنا محور متكامل للرعاية الصحية، وده الحقيقة كان داعم لاتجاه الدولة لرعاية صحة المصريين من خلال عدد كبير جدا من المبادرات اللي شارك في تنفيذها صندوق تحيا مصر، واخرها هي مبادره امل في بكره اللي احنا دشناها دعما لتوجه الدوله لمواجهه فكره او مرض الضمور العضلي لدى الاطفال، وهي الفكره كمان ان هي تتطرق كمان لفكره الامراض الوراثيه النادره، توفير الادويه واساليب التشخيص اللي هتمكن من الحد من هذه الامراض مع الوقت. يعني حضراتكم هتتدخلوا بتوفير الادويه والتشخيص، ده اتجاه عام بالنسبة للدولة الممثلة في وزارة الصحة والسكان، واحنا بندعم هذا الاتجاه من خلال مبادرة أمل في بكرة والحساب اللي تم تخصيصه لهذا الاتجاه. دايما الدولة بتبتدي زي ما وزارة الصحة أعلنت أن هيتم البدء في علاج أول 10 أو 15 حالة، واحنا بتباعا بنتابع مع وزارة الصحة فكرة الاحتياجات في هذا الإطار. ده بالنسبة لأمل في بكرة اللي هي طبعا يعني علاج مشكلة ويعني علاج الضمور العضلي، اللي طبعا زي ما أوضحنا قبل كده أنه الحالة الواحدة تتكلف 3 مليون دولار، فإحنا نتكلم عن حوالي 15 حالة بالأدوية وبالتشخيص. طب إحنا عندنا كمان مبادرات تانية غير أمل في بكرة، عندنا المساعدة في إعمار غزة، عندنا كمان توفير المطهرات للمستشفيات، عندنا كمان فيروس سي، عندنا مبادرات كتيرة جدا. سريعا كده خلينا نلقي الضوء عليها. يمكن فيروس سي هي كانت بداية تعامل صندوق تحيا مصر في ملف الصحة، وده كان اتجاه برضو للدولة لمواجهة فيروس سي، وفرنا العلاج اللي كان وقتها الحقيقة غير متوافر للقوائم الانتظار اللي كانت موجودة، وكان تقريبا قوامها 230 ألف حالة تم توفير العلاج ليهم، وبعد كده تم العمل على فكرة القوافل الميدانية اللي مكنت من مواجهة هذا المرض. ايضا بنتكلم على احلال وتجديد اجهزه الغسيل الكلوي، عندنا مشكله في فكره الفشل الكلوي، احنا بنشارك وزاره الصحه لحد دلوقتي احنا بنتكلم على 1500 ماكينه غسيل كلوي و1000 كرسي بديل للاسره لمرضى الغسيل الكلوي. كمان احنا بصدد افتتاح محضن متكامل 19 حضانه في مستشفى ابو الريش للاطفال، كمان احنا بصدد الانتهاء من إعمار 1874 منزل ضمن مرحلة رابعة بنخوضها لإعمار المنازل المتدهورة، علشان نكون وصلنا لأكثر من 380 قرية على مستوى كرة الصعيد والدلتا. بننفذ المشروع الأهم بالنسبة لنا خلال الفترة اللي جاية، هي شراكة مع القطاع الخاص في فكرة المشاركة في تطوير الكرة الأكثر. لسه كنت هسأل حضرتك، حياة كريمة مفيش شك أهم ما يميز حياة كريمة، يمكن حتى منذ اطلاقها في 2019 هي دعوه السيد الرئيس لتوحيد الجهود. مفيش شك ان العمل في جزر منفصله بيهدر كتير من الموارد، وكمان بيعطل وقت وبيقلل من فرص استفاده المواطنين الاولى بالرعايه من الموارد المرصوده. حياه كريمه واعلان السيد الرئيس لتوحيد الجهود الخاصه بالدوله ومنظمات المجتمع المدني، قدرنا ان احنا كلنا نتشارك في خطه واحده. وانا متذكره كده كان في لقاء بيني وبين حضرتك تقريبا من سنتين، وكنت ساعتها بتقولي ان احنا محتاجين يكون في تعاون اكتر ما بين القطاعات المختلفه، القطاع الخاص والحكومي اللي هو مثلث التنميه. حياه كريمه قدرت ان هي توفر او تقدم بالفعل هذا التعاون بشكل اكبر. مفيش شك، ومش يعني الفكره كمان مش في رفع كفاءه او تطوير البنى التحتيه
داخل القرى والنجوع، لا كمان في تحسين جودة الأنشطة اللي بتمارس أو بيتم تقديمها للمواطنين هذه القرى والنجوع، واللي بينعكس ده إيجابيا على مدى رضائهم من الخدمات المقدمة. عشان كده إحنا بنتشارك سواء مع أجهزة الدولة أو منظمات المجتمع المدني، وبنطلع على خطط بعض بحيث إن كل ما هو يتعلق سواء بتوفير البنى التحتية للخدمة الصحية يتم توفير ده من جانب الدولة أو من جانب منظمات المجتمع المدني، وبعد كده بنتشارك جميعا في تقديم خدمة مميزة نحسن بها استغلال الأجهزة والمباني اللي تم توفيرها لتقديم هذه الخدمات. تمام، هل احنا محتاجين انه المواطنين يعني يقدموا مساعدات اكتر للصندوق؟ هل المساعدات والتبرعات من المصريين في الداخل او حتى الخارج هل هي كافية؟ يعني برضو قولي يعني طبيعة الاحتياجات اللي انتوا محتاجينها. مفيش شك ان السرعه اللي بتعمل بها الدوله وفكره تاسيس صندوق تحيا مصر كاداه موازيه او معاونه لاجهزه الدوله، محتاجين دايما الدعم يكون مستمر بالنسبه للصندوق. مفيش شك، محدش يقدر ينكر ان المصريين في الداخل والخارج دعموا الصندوق خلال الفتره اللي فاتت، خاصه خلال جائحه كورونا اللي تساقطت امامها الحقيقه العديد من الانظمه، لكن احنا بفضل المشاركه وجهود الدوله لمواجهه هذه الجائحه قدرنا ان احنا نكون داعم رئيسي سواء للأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير منتظمة في مثل هذه الأوقات العصيبة، بالإضافة كمان لدعم الأطقم الطبية. إحنا بنتكلم طبعًا إن حساباتنا كلها بتبدأ بـ 037037، وبعد كده بنسمي المبادرة عشان أحيانًا بيحصل خلط إن هو حساب عام واحد ولكن ده مش صحيح. إحنا بنتكلم إن 037037 ده الحساب الثابت، ولكن بنسمي حسب رغبة المتبرع إذا كان هيشارك في أمل في بكرة أو كلنا جنبك أو حسب المبادرة اللي هو شايف أنه حابب يشارك فيها أو يوجه زكاة ماله أو الدعم بتاعه. ثقافة التطوع موجودة في مصر، موجودة في مصر من زمان، هل زادت الفترة الأخيرة ولا قلت؟ أكيد خاصة مع السوشيال ميديا. أيوة أكيد. إيه، قلت ولا زادت؟ لا أكيد زادت طبعا. زادت. طالما في تأكيد يبقى أكيد تأكيد إيجابي. أيوة. إحنا بنتكلم على فكرة السوشيال ميديا سهلت علينا كتير، أولا التواصل مع المتبرعين، ثانيا كمان التواصل مع المستفيدين، ثالثا التواصل مع المتطوعين اللي بيأكدوا كلهم ان هم حابين ان هم يشاركوا الصندوق، خاصة مع بروز دور الصندوق خلال الفترة اللي فاتت. احنا قبل ما بننزل اي محافظة او اي قرية بنعلم مسبقا ان احنا نازلين، وبالتالي بالتشاور مع الجمعيات القاعدية ومنظمات المجتمع المدني اللي موجودة في كل محافظة بيتم توفير متطوعين لعملية التوزيع أو تنظيم القوافل أو غيره، وكمان ده بيساعدنا إن احنا نكسب الجماعات القاعدية الصغيرة اللي موجودة في القرى والنجوع خبرات جديدة في فكرة تنظيم العمل المجتمعي. تمام، شكرا لحضرتك الأستاذ محمد مختار متحدث صندوق تحيا مصر.